نعم. شباب تزوج وقررت أن يسافر إلى الحجاز، وسافر على الطائرة إلى جدة، وجلس يومين جدة وذهب إلى الطائف، واستأجر سيارة ذهب إلى الطائف مع أهله. نعم، وجلس كذلك كم يوم بالطائف، وبعد ذلك خرج للسيل الكبير وأحرم، وأتى كان ناوي هو يعتمر بس بعد ما يتمشى. كان ناوي أنه يعتمر يأخذ عمره بس بعد أن يتمشى. وعلى كل حال هذا ينظر هل إن ذهابه هنا للعمرة أو يريد أن يتمشى. إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه، والطائرة كما تعلم إذا سافرت من القصيم، ومن القصيم ولا من الرياض؟ من القصيم، فالميقات ميقات أهل المدينة للحليفة. وأما إذا كان لا نيتها أنه يتمشى ويقول إن تيسر لي فأنا أتيت بالعمرة، فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب، وإذا رجع أحلى. هنا وإنه يأتمر مشوا يأتمر على كل حال. إن احتاط وذبح فدية في مكة هو لزوجته واحدة وله واحدة توزع على الفقراء، فهذا طيب إبراء للذمة. نعم. وإن لم يفعل فإن كان عاجزا فلا حول. نعم.